مرحب بكم هذا الصباح. ازيكم؟ كويسين؟ مجد للرب. مشاركة بسيطة بس أؤمن أنها مهمة في الأزمنة وفي الوقت وفي مشاركة بسيطة ونصلي مع بعض من أجل هذا الأسبوع كمان. إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا صح 5 شاهد مشهور جدا، زي ما قلت لك هتبقى مشاركة بسيطة، هتبقى قصيرة كمان. إنجيل يوحنا صح 5 شاهد معروف جدا كلنا عارفينه. بعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. في أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة. كلمة حسدة يعني رحمة، بيت المراحم. في بيت المراحم دايما في معجزة. بقول هذا التعبير دايما، لما تغلب في نفسك وتغلب في إيمانك اتعلق بالمراحم. مراحم الرب تقوى جدا على كل حاجة. كتاب مقدس يقول مراحمك قد قويت علي. أمين. فدايما في بيت المراحم في معجزة جاهزة. بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. وطبعا لو عايز تتأمل يعني تقعد تتأمل تأملات، كلمة رقم 5 هو رقم النعمة، فدي بيت مراحم ولها أبواب من النعمة، فمش موضوعنا بس أنا يعني حبيت أقول لك. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا. واخدين بالكم من أحيانا دي مش كده؟ أحيانا في البركة ويحرك الماء. من نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. كان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له مش لازم تستنى. مش مكتوب عندكم دي؟ قال له مش لازم تستنى. علم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. حالا برؤى الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. أمين. نقف هنا. هذا الشاهد ممكن نروح به لحتت كثيرة جدا، ممكن نروح به للمراحم والمحبة، ممكن نروح به للحركة للشفاء، ممكن نروح به لحاجات كثيرة جدا، بس أنا مشغول بحاجة تجاه معين بسيط ونصلي به مع بعض. يسوع ببساطة في هذا الشاهد في شواهد كثيرة في كتاب مقدس كان بيقول إن الموسم اتغير. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، مش كده؟ يسوع كان بيغير الموسم من الطريقة اليهودية المتدينة تحت ناموس عهد قديم إلى عهد نعمة في المسيح يسوع. يسوع من أول يوم في أول عظة وعظها في الناصرة قال روح السيد الرب علي مسحني عشان أحسم وأحسم 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 وأعلن سنة اليوبيل سنة الفكاك، وقام جلس وقال قد تم قد تم. يعني يسوع ما قالش قد أكمل بس في الصليب، ده يسوع قال وأنا موجود قد تم، وأنا في الصليب قد أكمل لكل ولادي. هقولها مرة تاني، وهو على الأرض في أول عظة قال قد تم قد تم المكتوب، وهو على الصليب قال قد أكمل من أجل كل من يؤمن بالصليب. في حد مؤمن هنا بالصليب؟ أختي وأنا بس. أوكي. فاللي قاله يسوع قد تم غطى، عمل غطاء من تغير الموسم في المسيح يسوع وهو على الأرض. فيسوع أم غطي مرحلة خدمته على الأرض بقد تم المكتوب، وقام في الصليب مع نهاية خدمته على الأرض قال قد أكمل، وأمسك بالروح القدس على الكنيسة.
علشان تغير الموسم في المسيح يسوع يحفظ لولاد الرب. فالموسم اتغير على حياتك من حالة التدين أو من حالة الحياة اللي هي بالصراع بالعافية بالأعصاب بالمجهود بالاستحقاق، اتغيرت بأحيانا، اتغيرت لأن يسوع غير الموسم. فكان بيقول للراجل بص حبيبي مش لازم تستنى، لا تنتظر، مش لازم تنتظر المية تتحرك عشان المية تتحرك عشان تحصل معجزة. ببساطة اللي عمله يسوع في قصة بركة بيت حزم، ممكن أحكي معاك بطريقة نبوية بس أنا عايز أخش في النقطة. اللي عمله يسوع في قصة بركة بيت حزم ده إنه قال له المية متحركة من هنا ورايح، المية مش أحيانا متحركة، المية في المسيح يسوع متحركة. فالموسم اتغير، ما بقاش أحيانا، المية بقت متحركة، مش لازم تستنى المية تتحرك قدام عينيك، المية بقت متحركة. تقولي عمليا إزاي أو يعني 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 أعمل إيه دلوقتي؟ أقولك يوحنا 7، علشان أنا ممكن أتكلم بصورة نبوية بس مش عايز أطول النهاردة. يوحنا 7 في اليوم الأخير العظيم من العيد، يوحنا المشاهد المشهور قوي 7:37، وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إليه واشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. قال هذا عن الروح، إذن هو بيحكي عن أنهار المية، كان بيتكلم عن الروح القدس. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. فالبركة الموسم اتغير بتاعها. زمن البركة ده زمن يهود، زمن النهر ده زمن يسوع. البركة من صفاتها إنها مياه ركضة، أحيانا ينزل الملاك يحركها. النهر من صفاته إنه دايما مياه متحركة. مش كلكم هنا، مش كلكم فطرتوا. فالبركة صفاتها إن المياه ركضة، لأن عشان كده اسمها بركة. عشان كده أحيانا ينزل ملاك ويحرك المياه، والمياه المتحركة بتعمل حركة. أما النهر فمن صفاته إنه المياه فيه متحركة. الموسم اتغير. تكنولوجية العهد القديم هي تكنولوجية البركة، أنا عايش والوضع كما هو عليه والمياه هي هي، بشرب منها بس في بعض الأحيان المياه تتعكر. يعني ايه المايه تتعكر؟ يعني الطعم يبقى هو هو، وبعد شويه المايه كده تبقى مرمله شويه مش منعشه قوي، فبعد شويه المايه تمرر. ليه؟ لان المايه راكده. ترجع معايا بقى لحزقيال 47 يقول لك اما البرك اللي حوالين النهر فتصير للملح، تملح. ليه؟ لان المايه الراكده طعمها بعد شويه بيملح. فالملاك ينزل احيانا يحرك، والمايه المتحركه كان اللي بيلمسها بيخف. يسوع قال له الموسم اتغير، ما بقاش موسم برك انيمور، لا برك فيما بعد. ومش بس لان يسوع موجود، ده قال من امن بي. اوكي، من امن بي اختباره ما بقاش اختبار برك. من امن بي اختباره، ده يسوع اللي بيقول من امن بي اختباره ما بقاش اختبار بركه، لكن يبقى اختبار نهر تجري من بطنه أنهار ماء حية. أوكي، أقول لك الجملة اللي أنا رايح لها، الجملة اللي هو قالها لي، وأنا مش لازم تستنى حركة. الرب بيطلع أبطال بيعملوا حركة. مش لازم تستنى حركة حواليك، الرب بيطلع أبطال يحركوا المية فيهم وحواليهم. عمليا يعني، عمليا يعني بتبقى واضح ان بتبقى باصص على الحياه تحس اللي هو هو لو جاز التعبير يعني، وده مش اكيد مش ايه بس في بعض الاحيان بيبقى لسان حال البعض. اللي بنام فيه بصحى فيه، المواجهه اللي انا بمر فيها هي هي، اللي انا بمر بيه بقى لي سنين طويله هو هو، نفس الموضوع. دي حاله البركه. ورب يقول لك ما تستناش. ليه؟ لان انا ما دعيتكش تعيش حوالين بركه بيت حزدة، انا دعيتك علشان تعمل حركه. تقولي انا اعمل حركه، انا مستني هو يتحرك. نو نو نو، رب يقولك من هنا الموسم اتغير. النهر او الحركه او الميه المتحركه هي جايه منك،
ورب يطلع أبطال مش بينتظروا المية تحرك، أبطال هم يعملوا حركة. هقول لك أكتر لجوايا، لو لما بتسيب نفسك للحياة الأرض بيغلب عليها بقاء الوضع كما هو عليه، عارفين التعبير ده؟ ولما بيفضل الوضع كما هو عليه الحقيقي بيفضل كما هو عليه، وبعد شوية ينزل، وبينزل خفيف وانت مش واخد بالك، فبتتسرسب منك الحياة، وبعد شوية تقول أنا إيه اللي وصلني هنا؟ اللي وصلني هنا إن أنا سبت الوضع كما هو عليه وسبت نفسي في البركة. البركة في الأول ميتها معقولة، بس بعد شوية ميتها بتبقى هي هي، بعد شوية ميتها بتبقى مرملة، بعد شوية ميتها بتبقى مرة. والرب قال لك الموسم متغير، قد تم المكتوب، قد تم المكتوب في بداية خدمته وقد أكمل في نهاية خدمته، عشان يفتح على حضرتك وعلى حضرتك وعلينا حركة من روح القدس عشان يطلع أبطال بيعملوا حركة روحية. المسيحية ما فيهاش حلفان، صدقني انت مدعو تعمل حركة روحية. تقولي انا ضعيف، ده انا جاي احضر اول اجتماع وانت جاي خبطني خبط لزق تقولي تعمل حركة روحية، ده انا جاي اول اجتماع. اقول لك رب محترف لو جاز التعبير، وانا اسف على التعبير ده لو خضك، هو رب يحب ياخد الضعفاء ويعمل بيهم حركة روحية. تحب اثبت لك من كتاب مقدس قصة كلنا عارفينها؟ فاكرين السامرية عملت حركة روحية، عملت حركة روحية أول ما اصطدمت بيسوع اللي بيحبها، رجعت جري للسامرة وشهدت. ده إيه؟ عملت حركة روحية، جابت السامرة كلها والسامرين. لا، في الأول إحنا جينا عشان كلامك، أما بعد ما عرفناه إحنا بنؤمن لأنه هو 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 الرب. فالقصة ببساطة السامرية اللي هي عمرها يوم واحد في الإيمان عملت حركة روحية في المدينة كلها اللي هي كانت بتخجل أنها تبقى موجودة في وسطيها. في مكان خجلها لأنها السامرية اللي عايشة مش مع زوجها وكان ليها أزواج كتار، فهي كانت بتخجل أنها تبقى موجودة في وسط المدينة بتاعتها، عملت حركة في المدينة في مكان خجلها. فمرة تاني حياة البركة وحياة الأرض الطبيعية وحياة تميل هو البقاء الوضع كما هو عليه، وبعد شوية بيبقى في النازل. حياة الملكوت هي دايما لقدامه في الطالع. فكين في مرة زمان 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 قلت لك أنت مش مصرح ليك غير أنك تبص لقدامه والفوق، فاكرين؟ قال لك لا تلتفت يمينا ويسارا، ماشي مش كده؟ أشكرك، أنا لسه كنت هاخدها واحدة واحدة. بطرس هو ماشي على المية، أول ما بص لتحت غرق. مرات لوط لما بصت لورا بقت عمود ملح، ورب يقولك ما تتلفتش يمين وشمال، ما عندكش أوبشن فاضل غير لقدام في عينيه والفوق. هقولها مرة تاني، نظرك، أفكارك، أحلامك، مشاعرك ما ينفعش تبص تحت رجليك هتغرق، تبص لورا مليان مرارة، تبص يمين وشمال بتتشتت، ما عندكش أوبشن غير لقدام والفوق. ده اتجاه في حياتك. عدو الخير كتير بيلفف ناس حوالين نفسها من خلال هم مليانين بصور جاية من فين. مرات لوط بصت لورا اتملت مرارة، بطرس بص لتحت غرق، تتلفت يمين وشمال بتتشتت، ما عندكش اوبشن. قال له بص ليه، لماذا شككت؟ عارف ليه بطرس ابتدى يغرق؟ لانه هو بص تحت رجليه، بص للعيان. ايه الاوبشن؟ بص ليه انا ماشي على الميه. لما رجع بطرس يبص على السيد، مشي مع بعض للمركب، ما عندكش اوبشن غير انك تبص لفوق والقدام. خلينا نبص على شاهد من العهد القديم، أخبار الأيام الأول. هبص على حبة أشخاص من كتاب مقدس عملوا حركة روحية ونصلي مع بعض. Is that okay؟ أنت مش مدعو، أنت مش مدعو إنك تبص حواليك وتقول هي الدنيا، طب نعمل إيه يعني؟ أنت مدعو أنت تعمل حركة، ما تستناش الدنيا تتحرك. أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام، أخبار الأيام.
انتوا كويسين؟ صح 13. شاور داود قواد الالوف والمئات وكل رئيس، قال داود لكل جماعه اسرائيل: ان حسن عندكم وكان ذلك من الرب الهنا، فلنرسل الى كل جهه الى اخوتنا الباقين في كل اراضي اسرائيل ومعهم الكهنه واللويين في مدن مسارحهم ليجتمعوا الينا، فنرجع تابوت الهنا الينا، لاننا لم نسال بي في ايام شاول. آية 3. داود ده في بداية ملكه، ده يعني لو جاز التعبير ده في الشهر الأولاني بعد ما داود مسح ملكا على الأمة في العهد القديم. أم شاور قواد الألوف والمئات وكل رئيس قالوا: بصوا، كل ملك شاول سبنا تابوت العهد في قرية يعاريم. عارفين الشاهد ده؟ سبنا تابوت العهد، يقول لك كده في صميل، يقول لك وإن المدة طالت. إيه اللي حصل أيام شاول؟ تابوت العهد بقى موجود في قرية يعاريم في بيت أبي نداب، وشاول عارف إن تابوت العهد هناك، بس هنعمل إيه يعني؟ فشاول قام ساب الدنيا في البركة، ولما الدنيا تسابت في زمن شاول لنا لم نسأل عن تابوت العهد كل أيام شاول. لم نسأل هو تابوت العهد موجود. قرية يعريم دي في وسط شعب الرب، كانت في وسط شعب الرب. يعريم، عارفين يعني إيه يعريم؟ يعريم يعني اللي بيحرسوا، الحارسين. فدول الناس اللي كانت بتحرس تابوت العهد. ففي قرية عاملة حراسة على الحضور الإلهي. يعني خليني أقول لك إيه، مش مقاصد الرب ان حته صغيره تبقى مليانه من حضور ربنا والباقي مش مليان. طب اعمل ايه؟ ما تستناش، اطلب التابوت ان يدخل في وسط كل منطقه في حياتك. شاول لم يطلب ان التابوت يبقى في وسط الامه، ساب التابوت في حته صغيره عند قريه يعريم اللي حارسين هذا الحضور، لان لم نسال به في كل ايام شاول. والايه في صميل اول 7 يقول لك المده طالت 20 سنة. لما بتسيب الدنيا زي ما هي، لما الاقي وقت هبقى اعمل كده، بتسرسب منك البركه، بتمرر. داود في اول يوم قال له: تعالوا نرجع التابوت، تعالوا نعمل حركه. من الأربع اللي فات مش عارف ليه أنا نفسي أنزل السلم، بس أنا عارف هي دي رسالة النهاردة. ما تبصش حواليك وتقول أنا مستني تحصل حركة حواليا. الرب يقولك تعالي نعمل حركة أنا وإنتي، تعالوا نحرك تابوت العهد، تعالوا نحرك المية جواك، لأن من آمن بي تجري من بطنه في حرق. مش لازم البركة، ولما نشوف لو ربنا عايز لو مش عايز. حبيبي التكنولوجيا اتغيرت، في العهد الجديد مفيش برك، فقط أنهار، والأنهار منبعها أحشائك. الأنهار منبعها إيمانك بأنه وانت قدام الرب بتتملي، ايمانك بتنفجر من بطنك انهار، فمنبع هذه الانهار احشائك. خليني اكون بايخ زياده، كنت هقول جمله بايخه مش هقولها، غيرت رايي. لو انت مش شايف حركه روحيه في حياتك، انت اللي قافلها. الأنهار اللي في بيتك، الأنهار اللي في أرضك، الأنهار اللي في دعوتك مش جاية من بطنك. حماسكم أسرني. عارف المفروض تبقى متحمس بالخبر ده ليه؟ لأنه معنى كده أن ممكن يكون في حركة روحية طول الوقت.
لأن كل لحظة إيمان في حياتك هي لحظة حركة للنهر الموجود جواك. من آمن بي تجري. أنتوا عارفين الآية؟ عارفين دي مش جملة في الجورنال يعني ما نصدقهاش. ده الرب اللي بيقول، يسوع نفسه اللي بيقول، حتى مش بولس، في ناس تحب كلمات يسوع، يسوع نفسه اللي بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار. لو ما فيش مية متحركة في حياتك، آمن وجريها، آمن وجريها. الرب يطلع أبطال يصنعوا حركة روحية. داود من أول يوم قال المدة طالت، كل أيام شاول ما كانش في حركة روحية. تعالوا نعمل إحنا وتابوت العهد حركة، تعالوا نجيب تابوت العهد. فاكرين القصة؟ يعني أنا مش عايز أطول. فاكرين القصة لما جاي يعملها وجاب عزة وحط الثيران؟ يعني غلط، بس هو عايز يعمل حركة. ولما عزة والثيران انشمست وعزة مات ووقف تابوت العهد ودخلوه البيت، وداود قلبه قاعد ياكله. كان ممكن يعمل في الموقف ده زي شاول. طيب هو قاعد في قرية يعريم 20 سنة، خليه في قرية، في القرية دي وفي البيت ده 20 سنة كمان، يعني ما مش فارقة. ما هو من بركة لبركة. ولما جينا نحركه حصل حادثة. نو، قاعد قلبه ياكله بعد 3 شهور بس. قلبه أكله. عارف القصة؟ لويين، القصة في اللويين، القصة مش على الثيران، القصة على كتاف اللويين. فهم راح مخبط على الباب مرة تاني، عرفنا هنعمل حركة. انتوا فاكرين القصة؟ فقام رجع الحركة الروحية، وأخذ تابوت العهد على كتاف اللويين وهو بيرقص قدامه بيقدم ذبيحة مع كل خطوة للكهنة. ليه؟ هو بيعمل موفمنت، هو بيعمل حركة روحية. ورب يريدك أنك تقف وسط بيتك وتقول يا رب أنا بتملي بيك، أنا تجري من بطني في بيتي، على شغلي، على كل خطوة، كل فقرة في حياتي، كل فقرة في يومي أو كل فقرة في أسبوعي، أنا بأطلق أنهار، أنا بعمل حركة. ما أعرفش عنك، بس أنت أسبوعك أو يومك ممكن يتقسم فقرات. أنا أسف، عبير فقرات، أو يعني لو أنت الصبحية نازل شغل، أوكي ممكن تقف وسط أوضتك كده وتعلن يا روح الله أنا عطشان ليك، تعال اتحرك على حياتي لتجري أنهار، لتحدث حركة وأنا موجود في الشغل. اوكي طيب، سايب ولادك في البيت، حلو قوي، لتحدث حركه على اولادي، لاني انا من دوري ان انا اغطي اولادي، فلتحدث حركه على اولادي وانا في الشغل وهم في البيت. لتجري من بطنك مش نهر واحد. مين اللي عمل الحركه الروحيه؟ ايمانك. من امن بي تجري من بطنه انهار. اطلقتها ازاي؟ من خلال الصلاه، من خلال وقفتك قدام الرب، قدام عمل الرب الروح القدس اللي بيحرك. مش لازم تنتظر. يسوع قال له أتريد أن تبرأ؟ مش لازم تستنى. الموسم اتغير من بركة إلى نهر، وطالما النهر موجود دلوقتي، رب يدور على أشخاص يصنعون حركة روحية. الأشخاص اللي بيصنعوا حركة روحية بيبقوا داود. الأشخاص اللي بيسيبوا الدنيا زي ما هي ولو ربنا عايز يعمل حاجة بيبقوا شاول. وشاول لما ساب الدنيا بعد شوية بقى شاول الجسدي، بقى شاول المحصور في نفسه، بقى شاول قد رفضته. أما داود اللي بيغلط بس بيعمل حركة روحية، وجدت قلبه مثل قلبي. لا أنتوا مش هنا قوي. داود غلط غلطات، يمكن في بعض أحيان لو بسطها في المقياس، لو بتلعب على مستوى الناموس، غلطات داود أكبر من شاول. بس داود دائما جواه حركة روحية تجاه الرب، وحركة روحية أن الرب يتحرك. فقال المدة طالت، إحنا سبنا تابوت العهد، لم نسأل بي كل أيام شاول، وتكتشف أنك 20 سنة. فتعالوا نتحرك على ثيران. ما كنتش واخد بالي، بس على ثيران حصل قصة عزة، برضو قلبي حيقعد يأكلني، مش حسبها. اكتشف انها على اللويين، اوكي على كتاف اللويين، ونتحرك مرة تاني. لو اصطدمت وانت بتحرك وراء الرب قبل كده وحصل حاجة كده، عزة مات في السكة، العلاج مش انك تبرك. عارفين اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. طب لا يا عم، ده طلعنا لما اتحركنا طلعت، فخلينا نقعد هنا هو. نو، العلاج مش انك تبرك، العلاج انك تتحرك، لان ما عندكش اوبشن غير اللي قدام والفوق. فاكرين؟
تحت رجليك بتغرق، يمين وشمال بتتشتت، بصيت لورا بتبقى عمود ملح. رب يطلع أبطال من المتضايق والمديون ومر النفس، رب يطلع أبطال من المحصورين واللي بيمروا بظروف صعبة، رب يطلع أبطال من كل أشخاص شايفينه أنا ده أنا عطشان. الآية اللي في يوحنا 7، إن عطش أحد فليأتي إليه واشرب. فأول واحدة إن عطش، اللي وراها من آمن. أوكي أنا بعطش وأنا مؤمن، حلو قوي. إن عطش تشرب، من آمن بيعمل حركة روحية تجري من بطنه، ده إيه؟ ده حركة. أمين. بس 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 أنا 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 زي ما قلت لك، أنا ممكن أتكلم بصورة نبوية، لكن أنا أولا نمرة واحد مش عايزك تتحصر في أي حوادث مريت بيها قبل كده. ما عندكش أوبشن غير أنك أنت تعمل حركة روحية. وتخيل معايا الرب لما بيطلع شعب بقى كله، أخويا بيعمل حركة روحية، أختي بتعمل حركة روحية، فالشعب كله عمال بيعمل حركة روحية. كم التضاعف اللي بيحصل لما الواحد بألف الاثنين بربوة، فلو لو لو مئة كلهم بيطلقوا أنهار، كم الحركة الروحية بيبقى شكلها إزاي؟ ورب يدور على أبطال من هذا النوع، ما بيسيبوش الدنيا تبرك، ما بيسيبوش الدنيا تستمر كما هي. تعال روح لشاهد آخر، كلكم عارفين تعال روح لصميل الأول. صميل الأول صح الأول، واحدة من الستات اللي بحبهم في كتاب مقدس، حنة كان ممكن تشفق على نفسها للآخر، حنة كان ممكن تفقد رجائها في الصلاة، حنة كانت بتصلي كل سنة، حنة كان كل سنة ضرتها بتغزها فننة، حنة كان ممكن أسباب كتيرة تخليها تبرك، أسباب كتيرة تخليها تبرك. آية 7، صار سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب، سنة بعد سنة. صميل الأول الإصحاح الأول آية 7، سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، دي فننة، فبكت ولم تأكل. خلي بالك لم تأكل. قال لها القانا رجلها، يا حنة لماذا تبكين؟ لماذا لا تأكلين؟ لماذا يكتئب قلبك؟ أنا خير لك من 10 بنين. قامت حنة بعدما أكلوا وبعدما شربوا. مش هي ما بتاكلش؟ أيوه صح، أنا عارف، أنا مقولش أي حاجة. هي موجودة في سيستم مش بيخترق، هي موجودة في سيستم مش صايم، بس هي صايمة. السيستم كله مش محرك روحه، لكن هي عاملة حركة لوحدها. انتوا هنا؟ فكل كل اللي حواليها كلهم أكلوا بعدما أكلوا وبعدما شربوا، لأن ده كان وقت العيد وبيطلعوا للهيكل في العيد، فده كان وقت العيد، ده كان وقت أكل وشرب، كل السيستم حواليها بيأكل ويشرب، بس هي بتحرك بتعمل حركة، هي في سيستم آخر. حنة هو حكينا قبل كده، حنة هي المرحلة الانتقالية من سفر القضاء اللي هو كل واحد يصنع كل ما يحسن في عينيه، إلى مرحلة الأنبياء اللي بيسمعوا صوت الرب وبيطلقوا ملوك. حنة شخصية بالنسبة لي أنا شخصية معجزية، شخصية ثورية، من أكثر الشخصيات اللي أحب أحضنها في السماء، لأنها وقفت في هذا الإصحاح في موقف، لو جاز التعبير تقدر تقول ما قبل حنة وما بعد حنة. ما قبل حنة قضاء، قضاء يعني كل الشعب بيعبد أصنام، وجات حنة حتى سيستم الدين كان عالي، الكاهن وولاده الاثنين اللي بيزنوا بيسرقوا الذبيحة، فالسيستم الروحي مخوخ والسيستم اليومي متدمر، وجت حنة وكله بيأكل ويشرب، بس هي محركة المية ومدخلت تصلي. كلكم عارفين بالمناسبة هي دخلت تصلي في الهيكل مش مع باقي الناس وهم بيصلوا، عشان كده عالي الكاهن شافها وهي بتصلي.
كلهم بياكلوا ويشربوا، هي ثابت اللي بياكلوا ويشربوا، ودخلت في الهيكل فشافها وخلاه يقول انها سكرانه، انها كانت عماله بتتحرك بتهتز، فافتكرها بتتطوح، فهو شايفها، لان مفيش حد بيصلي دلوقتي، هي بتصلي، مفيش حد في الهيكل بيصلي، هي لوحدها واقفه، هي واقفه بتتطوح، فقال لها انت سكرانه دلوقتي. هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل حركه. هي كانت بتعمل حركه جواها لانها صايمه، وكانت واقفه قدام الرب بتسكب نفسها. انا قالت له انا اسكب نفسي، انا بدلق نفسي، مش بدلق نفسي بالكلام، انا بدلق نفسي، فانا عماله بدلق نفسي بلغه العهد الجديد، الانهار عماله بتدلق، فانا مش عايشه في البركه، انا بحرك الميه، انا بحرك الميه، انا بادلق نفسي، انا بادلق هذا النهر. ولانها ولدت صميل من هذه الحركه الروحيه، قالت له صميل ابني يبقى حركه روحيه، انا اعرته للرب، فانا بدلقه ايضا للرب. وصميل اصبح النقله ما بين كلمه الرب كانت عزيزه، عاد الرب يتراءى. لان حنة وصميل تقدر تقول ما قبل حنة وصميل، بس انا بقرا حنة عظيمه، ما قبل حنة وما بعد حنة، لان حنة عملت حركه غيرت من سفر قضاء الى انبياء وملوك، لان صميل هو اللي طلع كل الانبياء، والانبياء هم اللي مسحوا الملوك. واو، انتوا شايفين يعني في واحده قررت تعمل حركه ادت الى انبياء وملوك، والواحده دي كانت مره ضرتها بالضيق، كان ممكن تبرك، كان ممكن تتفشل، كان ممكن تشفق على نفسها، كان ممكن، لكنها قررت ان انا كلهم بياكلوا، انا جوايا حركه، ام دخلت الهيكل ما حدش بيصلي بس انا جوايا حركه. علي الكاهن يقول انت سكرانه ليه بتتطوحي؟ قلت له انا مش سكرانه، انا بسكب نفسي، انا جوايا حركه. لا تنتظر، ربنا منتظرك، لا تنتظر حركه روحيه، ربنا منتظرك تعمل حركه روحيه. أقولها مرة تاني عشان خاطر، لا تنتظر ربنا يعمل حركة روحية في بيتك، ربنا منتظرك تعمل حركة روحية في بيتك. لا تنتظر ربنا يعمل حركة روحية في خدمتك، ربنا منتظرك أنت، ربنا منتظر حنة تعمل حركة روحية. أوكي، أديكم مثل تاني ومثل تالت ونصلي. أنا كل مثل بيحمل بعد من الأبعاد. ملوك الأول 17، ملوك الأول 17، دايما بقول جملة فمش هكررها، ما قبل ملوك الأول 17 كان أخاب الملك، عارفين أخاب؟ أخاب جوز إيزابل، وكانت الحالة من ملك عمري وملك أخاب حالة مليانة أصنام. أول آية في ملوك الأول 17، قال إلي التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب، حي هو الرب لا يكون طل ولا مطر. مش محتاج أقول لك بقى، خلاص أنت عارف أنا هروح فين، يعني الدنيا كلها أصنام، الدنيا كلها إيزابل، الدنيا كلها عيافة وعرافة. أم واحد طلع كده، واحد طلع عمل حركة. إيه اللي خلاه يعمل حركة؟ لأنه حي هو الرب اللي أنا إيه؟ واقف قدامه. حنة كانت بتدينا بعد الحياة الداخلية المتحركة، والصوم اللي متحرك، والصلاة المتحركة. إليه بيدينا بعد مختلف خالص، أنا واقف قدام الرب وبسمع كلمة، والكلمة ووقفتي تؤدي إلى بحسب الكلمة حركة.
أنا بجيب أمثلة عشان يتحولوا عملي لينا. حنة بتحمل مشهد، داود بيحمل مشهد، داود بيحمل مشهد إنه إيه، أنا مش هسيب الدنيا كما هي، أنا عايز تابوت العهد يتحرك حتى لو غلطت في السكة، أنا عايز تابوت العهد يتحرك. ده قلبي، ده قلبي، لأن ده قلب داود، ورب قال قلب داود مثل قلبي. قلب داود يحصل حركة لتابوت العهد ما يتسبش، والمدة ما تطولش في مواضيع معينة الحضور مش بتحرك فيها. أنا عايز حضورك يتحرك في الموضوع ده، عايز حضورك يتحرك في الموضوع ده، ومش هسيبك، أنا متمسك بيك. غلط، مش هنحصر في غلطتي، أنا بمسك في تابوت العهد، لازم تابوت العهد يتحرك. ده اللي داود يعلمه لنا. حنا اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان في حركه داخليه من الصوم ومن الصلاه، اللي ملوش دعوه بالاجواء حواليا، اللي حواليا بياكلوا انا ماليش دعوه، اللي حواليا مش بيصلوا دلوقتي انا ماليش دعوه، فانا الصايمه واللي حواليهم كلهم بياكلوا ويشربوا انا داخل اصلي في الهيكل، واللي حواليا كلهم مش وقت صلاه، وحتى السيستم الديني بيقول لي انا مجنونه او سكرانه، بس انا بتحرك. فحنا اتعلمنا كده. أخونا إلي علمنا حاجة تانية، إن وأنا واقف قدام الرب وبسمع صوت من الرب، وقفتي والصوت اللي أنا بسمعه يؤدي إلى حركة ما قبل إلي وما بعد إلي، زي ما قبل حنة وما بعد حنة. ما قبل إلي هو عمري وأخاب اللي بيعبدوا أصنام متجوزين إيزابل، ما بعد إلي ده حركة روحية استمرت لغاية لما جاء يوحنا المعمدان، لأن جاء يوحنا المعمدان بروح إلي. صباح الخير. فإلي عمل حركة روحية. أنتوا هنا؟ قبل هذه الآية ما فيش حاجة اسمها إلي. أنا آسف التعبير اللي هقوله، إلي موافق على الجملة اللي هقولها، يعني إلي طلع زي الفلوطة كده. يعني إيه اللي طلعت؟ طلعت من فين؟ جيت من فين؟ أنا إلي ما عندوش مشاكل صدقوني. يعني أطلع كده، هو إليه طلع كده، بس هو طلع مش على الفاضي، هو طلع جاي من حتة. أنا واقف قدام ربنا وربنا بيقول حاجة، لأني واقف قدام ربنا وربنا بيقول حاجة دي بتعمل حركة. ياما حضرتك وحضرتك وقفت قدام ربنا وربنا قال لك حاجة وما حولتهاش لحركة. أي ياما حضرتك أو حضرتك وقفتي قدام الرب ربنا قال حاجة، قلت طب لما نشوف هك، وقفت قدام ربنا وربنا قال حاجة إيكوالز يؤدي سهم يؤدي إلى حركة. ليه؟ لأنه الرب مش بيقولك ما تنتظرش حاجة تحصل حواليك، أنت تحرك، أنت بتجري من بطنك أنهار ماء حية. قال إلي التشبي، جيت من فين يا ابني؟ طلعت من تحت الأرض؟ نو، أنا مطلعش من تحت الأرض، أنا كنت واقف قدامه. طب انت بدايتك ايه؟ يعني انت كنت بتحضر اجتماع ايه؟ كان بيحضر اجتماع ايه؟ اللي اجتماع جديد اسمه فوق الجبل. ما كان بيحضر اجتماع ايه؟ ما هو ممكن يتقال له ايه الكريدنشلز بتاعتك، ايه ال 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 اي حاجه ولا حاجه. هو 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 بدايه حركه روحيه، هو مش منتظر الدنيا تتحرك، هو بيحرك. داود حرك تابوت العهد اللي بقاله 20 سنة ما تحركش. حنا حركة الحضور الإلهي اللي طلع صميل بدل سفر القضاء. إلي حرك الأحداث وفتح أحداث متحركة لغاية يوحنا المعمدان، والرب يقولك قبل المجيء الثاني أسكب روح إلي. ليه؟ أتاري إلي هو ما قبل إلي شيء وما بعد. يا رب يأتي زمن ويتقال كده على حضرتك وعلى حضرتك، ما قبل ما أنت كنت ناري وراء الرب شيء وما بعد ما أنت بقيت ناري شيء آخر. ممكن تحط ابتسامة على وشك صدقني وتقول ممكن يكون أنا، ممكن يكون أنت. عارف العجيب في القصة؟ إنها مش بعيدة عنك، يا جواك. مين طول ما مين يطلع السماء ويجيبها لي، او مين يطلع ينزل الارض ويطلعها لي، هي موجوده في جواك، اسمها ايمان. مجرد تصدق، لان من امن بي، دي ابانا الذي من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حيه. تجري يعني حركه. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حيه.
ولا حاجة. وكل واحدة من دولة، كل حد من دولة بيمثل لنا مفتاح من المفاتيح. داود، حنة، إيليا، بيمثل لنا مفتاح. دول أشخاص عملوا حركة روحية. طب النهاردة في العهد الجديد دول العهد القديم، أقول لك لأن يسوع قال It's finished، قد أكمل. إيه الحركة الروحية في العهد الجديد؟ ده هو يسوع من أول يوم، من آمن به تجري من بطنه، وبالتالي انسكب الروح القدس في الكنيسة حركة روحية. ده الريح جابت الناس. ده بولس من أول يوم حركة روحية. عشان أختم كويس نختم. تكوين 5، أنتوا هنا أنا هختم. تكوين 5 بس هتحتاج تركز معايا، أنا سبتها لك للآخر، كان المفروض أحطها لك في الأول، بس حطها لك في الأول كنت هنكت مني، فخلينا نبص عليها في الآخر، بس هتحتاج تركز. تكوين 5 آية 21، هقرا حبة آيات فركز. عاش أخنوخ 65 سنة ولد متوشالح. صار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة، ولد بنين وبنات. كانت كل أيام أخنوخ 365 سنة. صار أخنوخ مع الله مرتين، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. عاش متوشالح، ده ابن أخنوخ، 187 سنة ولد لاماك. عاش متوشالح بعدما ولد لاماك 782 سنة، ولد بنين وبنات. كانت أيام كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. عاش لامك 182 سنة ولد ابنا ودعا اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ نوح. عارفين النوح يعني راحة؟ نوح يعني راحة، صدقون. أوكي، فمن غير ما يعني كنت أقول لك صغري الفونت، بس ما صغريش الفونت. أخنوخ جاب مين؟ متوشالح. متوشالح جاب مين؟ لامك. أوكي، تكوين 4. آية 17، عارف قين امرأته فحبلت ولدت حنوك. حنوك هي أخنوخ. بجد تصدقين، ارجعي وراي، ما تصدقينيش ارجعي وراي لما تروحي البيت. حنوك يعني أخنوخ. حنوك كان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. ولد لحنوك عراد، عراد ولد محيائيل، محيائيل ولد متوشائيل، متوشائيل يعني متوشالح. متوشائيل ولد لامك. انتوا هنا مش كده؟ في سيستمين شغالين، سيستم مملكة جاية من قايين، وسيستم مملكة أخرى خارجة من شيث. في ذلك الزمان ما كانش في حد بيعرف ربنا قوي، ده كان ما بعد السقوط. ما كانش في اجتماعات، ما كانش في شريعة، ما كانش في موسى، ما كانش في نار، ما كانش في حاجة محددة، بل بالعكس ده كان في سيستم حنوك اللي هو أخنوخ، اللي بقى في مدينة، أول مدينة في العالم كان اسمها مدينة أخنوخ. بس ده أخنوخ اللي هو حنوك ابن قايين اللي مليان لعنة، وده اللي بيتبت رجليه في الأرض، وده اللي بيطلع سيستم بابل، ده اللي منه خرج كل شعب ساقط. ومن نسل أخنوخ اللي جاي من حنيك، من 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 قايين اللي هو حنوك، من نسله بيطلع أشباه متوشائيل ولامك. لامك ده مين في النسل الثاني؟ ده أبو مين؟ أبو نوح. لامك هنا
عمل جريمة قتل. لامك اللي جاي من قايين عمل جريمة قتل وبقت اللعنة اللي عليه أضعاف لعنة قايين. أوكي مش مصدقيني أنا عارف. أوكي آية 23 قال لامك تكوين 4:23 ده في كتاب مقدس في ايديكم بالمناسبه ما قراش من مش ميكي وسمير يعني هو لسه في ميكي وسمير لسه في اوكي قال لامك لامراتي ايه 23 قال لامك لامراه ولا 22 23 قال لامك لامراتي عاده وصله كان عنده زوجتين اسمع قولي يا مرأتي يا مرأتي لامك واصغي لكلامي فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي فإنه ينتقم لقايين 7 أضعاف أما للامك 77 ده مين أنهي لامك فيهم ده لامك اللي جاي من قايين العمل مدينة اسمها أخنوخ أخنوخ اللي هو في المقابل لم يوجد شايفين المقارنة واحد بيتبت في الأرض وبيبني مدينة والتاني لم يوجد يعني لو انت شايف كده تلاقي كان خارج خطين خط ابتدى بحركة روحية واللي بداها أخنوخ لأن قبل أخنوخ يقولك صار أخنوخ مع الرب ويقولك ان في عبرانيين الرب شهد انه أرض الرب أخنوخ وما فيش حاجة حواليه قرر أن يمشي مع ربنا فما عمل حركة روحية أدت إلى متوشالح أدت إلى لامك أدت إلى نوح راحة وكل الناس للتاني غرق فاللي كانوا في المدينة غرقوا مدينة حنوك بقت تحت المية لكن أخنوخ لأنه أخنوخ عمل حركة روحية مختلفة عن اللي كان بيحصل صار مع الله انتوا جمال انا عارف بعضكم مش مصدقني ارجع وبص على عبري وراي هتلاقي حنوك هي اخنوخ متوشائيل هي متوشالح فقايين جاب حنوك ومن حنوك جبنا متوشائيل متوشائيل جاب لامك لامك اللعنة عليك اضعاف في المقابل من نسل شيث جاء اخنوخ متوشالح لامك نوح راحة وفلك وإنقاذ مين اللي عمل الحركة دي؟ أخنوخ لو جاز التعبير مين عمل حركة نوح؟ أخنوخ مين ابتداها؟ مين حرك المية في زمن هو بنعمل مدن ومش عارف إيه وقلقانين ونعمل مين عمل حركة روحية؟ واحد اسمه أخنوخ قرر طلعت في دماغه أنا همشي مع ربنا سارة مع الله سارة مع الله ده غير صلى سارة مع الله ده يعني بيروح مع الشغل بيرجع مع الشغل بيخلف عارفين انه خلف انا كل مره برجع اقول انه خلف بنين وبنات وهو ماشي مش سارة مع الله يعني راح الصحراء سارة مع الله يعني عايش بيشتغل بيروح شغله بيرجع لمراته بيخلف عيال جبت الببرونه رحت الببرونه هنوديهم مدارس فين سارة مع الله وبيخلف بنين وبنات بس عمل حركة روحية عمل حركة روحية أدت في الآخر إلى إنقاذ إلى راحة إلى نوح في المقابل الشبيه بتاعه اللي بنى مدينة اللي هو حنوك اللي هو أخنوخ بنى مدينة ونسله بقى عليه لعنة وغرق ما تنتظرش إيمانك بيعمل حركة روحية ورب يدور على أبطال يصنعون حركة روحية هللويا لمدة ثواني كده البس نظارة ربنا البس نظارة ربنا لمدة ثواني كده وليا لو كل شعب الرب مش احنا بس كل شعب الرب قرر يعمل حركة روحية كل واحد عن نفسه يعمل حركة روحية واو بلدنا هتتغطس هتتعمد هتتغطس بأنهار خارجة من بطننا بلدنا هتتغطس بأنهار خارجة من بطننا وإحنا قاعدين منتظرين حوالين بركة ورب عمال بيزعق من فوق الموسم اتغير أنا جيت
أنا جيت من 2000 سنة. It is finished. قد أكمل، قد تم المكتوب. الموسم اتغير، مش موسم برك، موسم أنهار. ولو كل حد حرك الأنهار من جواه، واو، البلاد هتتغطس في أنهار خارجة من بطن. أمين. تقولي أنا أول مرة جيت الاجتماع، أقولك ربنا منتظرك في البيت. اللحظات دي هتعطشي معانا وهنقول املاني 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 املاني، بس اول ما ترجع البيت ارفع ايدك والانهار تملى بيتي. ربنا منتظرك تحرك انهارك على شغلك وعلى بيتك وعلى اوضتك، وتعمل انهار وانت في الشارع، تعمل انهار وانت بتشتري، لا كنت هقول درة في الحر، موسم غلط خالص معايا، وانت بتشتري على في عربيه الذره. بامانه انا 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 بقصد اقول حاجات منظرها عبيط، لان اللي بيشوي لك الذره ده مستني النهر اللي خارج منك. اللي انت بتشتري منه حاجه بسيطه واقف قدامه لمده 3 دقائق لغايه لما هو يديك الحاجه دي، هو منتظر، هو محتاج انهار خارجه. ما تنتظرش حاجه تحصل، حرك الانهار. امين. خلونا نصلي مع بعض.